مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع موضوع لعدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع تهامي بناني. مشاهدينا الكرام، اليوم الأطوار ديال الجلسة تقريبا على الساعة 9 صباحا. اليوم تتم ديال الدفعات الشكلية ديال الدفاع ديال المعتقلين قبل ما يبداو. أستاذة زين بخيار تقدمت أمام الرئيس وتطالب مجموعة من الوثائق، كتقول بأنه هي ما كايناش في الملف، وهذه الوثائق جد مهمة في القضية. مشاهدينا الكرام، كان نوع من التراشق بين الدفاع ديال المعتقلين والدفاع ديال الحق المدني. أستاذة زين بخيار عندها داء السكري، غيبات، فقدت الوعي، كانت مرحلة صعبة في هذا اليوم صراحة. مشاهدينا الكرام، أسباب مسببات هذه الوثائق، مجموعة من النقط غادي ندرجوها إن شاء الله كذلك مع أستاذ الحقوقي عبد الصمد ومع الأم حياة. ما يهمنا أكثر في هذا الفيديو هو الطمئنان على الوضع الصحي للأستاذة زين بخيار، لأنه هذا الملف بالضبط كتشوفوا من جميع الاتجاهات ولها إحساس، وتضحي بالغالي والنفيس، وعدد كبير من المغاربة متبعين هذه القضية، أنه هذا الملف بدته مدة ومتبعاه بدقة. مشاهدينا الكرام، الوثائق موضوع النقاش. أولا نشوف الوضع ديال أستاذة زين بخيار. أستاذة زين بخيار احتراما لقرار النقابة أنها ممنوع عليها التصريح، ولكن كتكون معنا كملاحظة وتؤيد الكلام ديالنا بطبيعة الحال أنه كلام صحيح. أستاذة زين بخيار الوضع ديالها كان ليس على ما يرام، الآن الحمد لله شوية. مشكورين رجال الشرطة اللي كاينين في المحكمة، وكذلك مجموعة من الموظفين اللي ساعدوها في إطار الإسعافات الأولية، الحمد لله وهي شيئا ما بخير. الآن غادي نشوفوا مع عبد الصمد. عبد الصمد أستاذة، قبل من الدفعات الشكلية تقدمت لكم السيد الرئيس تطالب مجموعة من الوثائق مهمة، كان نقاش عندها مع الدفاع، هي عندها داء السكري شيئا ما، من خرجت حدا الباب هي فاش طاحت غيبات تما، كل شيء شاف الوضع. بحكم انك تبعتي حتى ولات الحمد لله دابا مزيان، كيفاش كتشوف الوضع الصحي ديالها وكيفاش كتكلم معكم؟ هو الحمد لله اولا على سلامه الاستاذه زينب، لانها تعرضت لواحد نوبه عصبيه ونوبه عداء السكري اللي خلاها ان فقدت الوعي ديالها واحد المده تقريبا اكثر من 20 دقيقه. احيي فيها انها التزامها وايمانها بالقضيه ديال التهامي بناني، مع الاسف انها جد متاثره بهذا الملف، لان هذا الملف هو اكثر من ملف انه محامي يؤازر يعني مطالب بحق المدني اللي مشى ليها الابن ديالها. لا، هذا ملف. غادي نقاطعك ارجوك وتنعتذر منك. مشاهدينا الكرام، استاذه زين بخيار كتبكي، الوضع ديالها صعب. استاذ عبد الصمد كنشكرك على التدخل. استاذه انت راه الام ديالنا واختنا وصحيحتك هي كل شيء، وان شاء الله الملف القاضي الحمد لله تيتفاعل مع الملف، يحاول ما امكن انه يشوف مكامن الخلل وغادي تغطى ان شاء الله. ما يهمنا اكثر هو الصحه ديالك. انا ما قدرتش نكمل صراحه لانه كنشوفها وتدرف الدموع والوضع ديالها شيئا ما، هي الحمد لله شويه. اولا كنشكر سيدي الرئيس اول حاجه كثيرا من الدار البيضاء، لان كنا عشنا اليوم اثنين الفارط اللي عنده، وتمكن بان جاب الملف وطلع عليه، وقع فعلا بان ذاك الموقف ما كاينش تما، وامر السيد الكاسي بالضبط باش يجي وعيط على السيد النائب الاول ديالو باش يتكلف بهذا الملف شخصيا، ووعدنا بانه غيجيب جميع الوثائق اللي متعلقة بهذا الملف. هما دابا باقي اختفى هذا الملف، كاينين ثلاثة لي بوكس كيبينوا لنا واحد، ولكن حنا ما بقاش عندنا ما نعبروا، لأن حسيت اليوم أكثر إحساس هو اليوم، حسيت راسي بأنني مقموعة من جميع الجوانب، حسيت بأنني من الاستفزازات، حسيت بأننا الظلم، حسيت بأن بزاف د الحوايج ما يمكنش نصبر عليها، لأن إحنا قوم نعيش او نموت، لان الحق يعلو ولا يعلى عليه. احنا استاذ انا غنساعدك، لانه صراحه انا عارف بانه عندك القرار من النقابه باش ما تناخذيش معطيات في الملف، ولكن الشق الانساني. ومره اخرى كنشكر السيد النقيب على هذا التدخل، لانه شق انساني، تريد ان تستفيد بالقلب ديالها مع المغاربه اللي متبعين الملف. ارجوك انك ما تعاتبش الاستاذه في هذا الاطار هذا، نتكلم عن الوضع النفسي ديالها
وفي نفس الوقت كتوجه الشكر الجزيل للسيد الرئيس الاول ديال محكمه الاستئناف اللي كيعطي قيمه للملف ووعد يوم الام حياه من انه غادي يشوف الوثائق كاملين وكذلك الرفقه ديال النيابه العامه. استاذه الله يعطيك صحيحتك ويا ربي، انا ملي كنشوف كتبكي تنتالم. انا غنستمر مع الاستاذ عبد الصمد لان ولدي يوسف راه حسيت باننا غادي في واحد الصراب، ما يمكنش اربع سنين وحنا باقي ما بدينا الجلسه، باقي ما بداش النقاش، باقي ما كاينش ملف. كيفاش غتصور راسي انا كمحاميه ما عنديش ملف؟ الملف ما كاينش في نيد القضاء. سيد القاضي الموضوع مشكورا حيت عنده ملف ما عارفش داكشي اللي عندنا حنا. من هذا المنبر حتى هو كنشكرو لانه جا عندي وشاف الحاله الصحيه ديالي، كنشكر السيد النقيب كذلك هضر معايا وطمأن على الصحة ديالي، لأنني تعرضت للضغوطات من طرف ناس خصوم كيسحبوا لي واش أنا مخاصمين معاهم ولا لا، حنا مخاصمين مع حتى شي واحد، حنا باغيين العدالة تحقق، بغينا نوصلوا الحقيقة، ماشي يجيبوا لي كل أسبوع تهديدات، يجيبوا لي الناس بزاف كيهدوني بجميع فين ما مشيت كنتهدد. علاش؟ علاش في القاعة وسط القاعة ما تحميش؟ وسط القاعة ما تحميش؟ شكون غيحميني انا في القاعه؟ في القاعه تيجوا لي بحال انا اللي قاتل هذاك الولد، ما يمكنش. هنا كفى، انا ما نقدرش نستمر في المهزله، راه ما يمكنش ليا، ما نقدرش نبدل ميف هو ما كاينش، ميف باقي ما كاينش ديال التحقيقات ديال 2007 اللي هو محضره 98 اللي فيه التحقيقات والصور وفيه قرص. وكنشكر من هذا المرة وكنعاود نشكر لان وعدنا انا والسيد حياه السيد الرئيس الاول استاذ فتحاوي الله ينصره على الحق، لانه هو تكلف شخصيا بهذا الملف واعطى التعليمات ديالو باش تحقيق العداله ومع احضار جميع الوثائق ديال هذا الملف من 2007 حيت دوك كنقلبوا على التحقيقات ديال 2007 ما كنقلبوش على ديال الفرقه الوطنيه، لان 2007 راه كان داكشي كلشي وقف 2007 راه المحكمه بلغ الناظر كاين في النيابه العامه هادشي كله كاين وكلشي متاكد من ان هذا، حنا متاكدين من المسائل حيت ما غيبانش الحق اللي ما بانش في ذاك المحضر 98 اللي كياكد القتل اللي كيتحيدوا الاعضاء اللي كياكد بان كانت حراسه قضائيه في ذاك الوقت في المستشفى وحده، هادشي ما قدرناش حنا. انا ما كنلومش القاضي الموضوع لانه هو ما عندوش، هو ما عارفش داكشي اللي عندنا حنا، ما كنلوم حتى واحد، انا كنلوم هذاك القرص هذاك المحضر خاصو يجي عاد نداو الميف، حتى هو الميف اذا ما كانش هذاك الميف ما كانش محاكمه. سيد الرئيس قال لكم هو الوثائق كلها امامكم وقال لكم القرص المدمج هادشي امام العلن كلشي كيشوف، قال لكم هذا القرص هو اللي ما غنسلمش لكم راه كاين عندي وغادي نوضعوا امام الملأ نهار اللي غندخلوا للموضوع. شي قالوا السيد الرئيس فين كاين المشكله والساده في هذه الوثيقه اللي داك الملف تبارك الله كبير وكاين واحد الورقه ولا جوج وراق ولا ثلاثه قلتوا المهم وثائق قلتوا ما كاينينش ما كاينش التحقيقات ديال 2007 تحقيقات 2007 راه كاين النظير ديالو في النيابه العامه كاين النظير ديالو في النيابه العامه ما كايناش في الملف حيدوا حتى ديك الصور داكشي اللي عندنا راه عندنا صور داكشي ولكن حيدوهم من الملف مكساس ما كاينش. يعني هنا ملي قلتي هذا الشيء والساده السيد الرئيس كان الجواب ديالو لانه هو ما تيتكلمش وحنا غنقولوا الحقيقه كان الجواب ديالو قال لك بانه قدموا ملتمس للنيابه العامه حنا كنا كنشوفوا قال لك قدموا الملتمس وانا غادي نتبع وغنعطي الامر بانه هذه الوثائق توصلنا. هذا الجواب اللي جاوب السيد الرئيس. ملتمس للنيابه العامه راه حنا اربع سنين وحنا في هذا الملف راه 65 جلسه راه ماشي حنا درنا كلشي، علاش قدمنا السيد الرئيس احتراما له؟ حيت هو ما عارفش اش كيوقع في الكواليس، لان حنا اللي عارفين هاد الملف، ما يمكنش لينا كتعرفيها هو الكحل وهو ابيض، واحد كيوريك البيض هذاك البيض كيوري الكحل، ما يمكنش لينا، ما يمكنش لينا، انا نهار تصاف انا ما يمكنش. صحتك هي الاولى والساده مشاهدينا الكرام. لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع وهذه شهادة أمام الله السيد الرئيس من بعد من وصلوا الخبر أن الأستاذة غيبات امام طبيعه الحال امام الجلسه او امام الباب ديال القاعه اللي فيها الجلسه وقف الجلسه وخرج وجا عندها امام الملأ وطمأن على الوضع الصحي ديالها، من بعد تبت لي بانه الاستاذه الوضع ديالها ليس على ما يرام، هو يأجل الملف
24 جوج السيد الرئيس يحاول بشتى الطرق بانه يكمل المسار طريقه ممنهجه، وكما قال وهذه الامور غنشوفها مع الاستاذ عبد الصمد، قال الظلم ظلمات يوم القيامه، سوف ابحث بدقه في الوثائق اللي تسلم في الادله من هو الجاني ومن هو الضحيه. كذلك كيتكلم على الام حياه، اي حاجه بسيطه كانت فيها ملاحظه ونقاش كيقول لهم عيطوا للام، رغم انه الدفاع ديال الطرف الخصم ديال المعتقلين كينددوا امام السيد الرئيس بانه ما عندها الصفه، ولكن القناعه الشخصيه والضمير المهني وما يخوله له القانون المشرع بطبيعه الحال السيد الرئيس كيكمل المسطره باش هذا الملف ياخذ المسار الطبيعي ديالو. موضوع النقاش اللي كتشوفوا الاستاذه حجره عطره في الملف هو فقدان وثائق، هذا هو الموضوع المحير. الله يشافيك يا ربي استاذ عبد الصمد، كنشكرك مره اخرى، قطعتك وهي اول مره كتكلم بحرقه، وانت حقوقي لك ابعاد، فهمتي الابعاد، كيفاش كتشوف موضوع النقاش ديال هاد الوثائق؟ هو باش نكون كشاهد حق، اولا الجلسه السابقه السيد الرئيس تكلم وقال بان الوثائق راه الاشاره ديال الاستاذه زينب عند كتابه الضبط. فعلا مباشره بعد نهايه الجلسه طلعت مع الاستاذه زينب والاستاذه حياه، مشينا لكتابه الضبط باش يعطونا الوثائق، جبدوا لنا واحد دو بوكس اونغري اللون ديالهم غري، حطوهم لي بدا فاش دخلنا لقيناهم في واحد المكتب، هزوهم خرجوهم من ذاك المكتب، من بعد ردوا لنا دوك لي بوكس. دوك لي بوكس انا والاستاذه حياه تكلفنا بالجرد ديال الوثائق اللي فيهم باش نشوفوا الوثائق اللي خاصه في الملف باش ممكن ان نناقشوا التفاصيل ديال الملف. نكتشف بان الاستاذه زيد ملي كتكلم غير باش يفهموا الناس الراي العام وحتى السيد الرئيس وحتى كتاب الضبط وحتى الدفاع ديال المتهمين، بان ملي كنتكلموا على المحضر 98 كنتكلموا على الموافقات ديال المحضر 98، كل الابحاث التقنيه التي قامت بها الفرقه تاع الدرك الملكي سواء على مستوى السريه ديال دار بوعزه، سواء على مستوى السريه ديال جهه الدار البيضاء، سواء على مستوى المختبر العلمي ديال الرباط. حنا دابا حنا تنلوحوا الاشارات مستوى ديال المختبر العلمي ديال الرباط، هذا جهه، ثم على مستوى الباحث الميداني في مكان وجود الجثه. كنتكلموا على 2007 المحضر 98، هاد الوثائق كلها ما كايناش في الملف، كاين ربعات النسخ ديال المحضر الانشائي ديال المحضر 98، اما الموافقات كلها ما كايناش في الملف. ثم ملي كتكلم الاستاذه زينب على المحاضر على الابحاث اللي قامت بهم الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، اش كنلقاو؟ كنلقاو خمسه ولا سته تاع المحاضر ديال الاستماع ما كنلقاوش المرفقات. لنتفاجئ بان هادوك الصور ديال مثلا ان ملي مشاو الناس اللي حقوا معاهم وبغاو يوجهوهم اتهام داوهم المكان وقعوا فين حرموا الجثه ديال تامي بناني، راه مشاو راح هما داوهم البلاصه فين لقاو الجثه ديال تامي بناني. نتفاجئ بان كل دوك المحاضر البحث او تمثيل الجريمه او ما كاينينش في الملف. فاش طلبنا السيد رئيس مصلحه ديال كتاب الضبط وكاتب الضبط اللي كيكون في الجلسه، قالنا هادشي اللي كاين، قالنا هادشي اللي كاين في الوقت لرئيس الجلسه شكون داخل الجلسه هز لينا واحد الملف ديال المحضر 98 فيه الصور وراه لينا في القاعه، ملي مشينا ما لقيناهش، شكون اللي خبر ذاك الملف؟ اذا هناك يد خفيه. حنا ملي كنقول يد الخفيه باش نحدو، حتى حنا كنفهموا المؤسسات السلطه القضائيه كنشكروها لانها كدير مجهود كبير باش انها تنهي الجدل حول هذا الملف. السيد الرئيس الاول راه واعد الاستاذه زينب والام حياه وقال لها باننا ساحضر نظير هذا الملف، وكنشكرهم لان اليوم كاين واحد المجهود كبير باش تكون صوره جميله للقضاء المغربي. الدليل على ذلك راه هبط رئيس الهيئه تتاكد من الصحه حيد البدله ديالو بجلابته وجاء عند الاستاذه حياه الاستاذه زينب ملي عرفها انها ما تقدرش تكمل، قرر رغم ان وقع اللغط داخل القاعه من طرف الدفاع ديال المتهمين، قرر انه ياجل الجلسه لان الظروف الصحيه ديال الاستاذه زينب ما يمكنش انها تسمح باستمرار الجلسه. اذا ملي كنتكلموا هنا كنتكلموا على كتابه الضبط اللي المسؤوله عليها هي وزاره العدل. فاليوم كيف هل يعقل ان ملف خالي من الوثائق الاصليه ديال الملف؟ اذا اول خطوه تنطالبوا صراحه بها كناشطين حقوقيين وكصوت المجتمع من السيد الرئيس ان يقوم ان يعجل بعمليه جرد الوثائق، يعجل بعمليه الجرد والورقه اللي مشات من ذاك الملف يتعاقب اللي حيدها من ذاك الملف. اما انا نستمروا بان ربما 65 جلسه راه زعما راه خدات بعد كبير، رغم ان الملف راه بسيط، الملف فيه القتل العمد،
لقات العبد هادو يقولوا يدليو يقولوا ما عندهاش الصفه يقولوا ما عندهمش البراءه. حنا كمجتمع تنقولوا بان اذا كانت هذه جريمه قتل العبد يجب ان الحكم على هاد الجنات باقصى العقوبات، الوصول للاعدام باش يكون ضد المجتمع. اما نبقاو نزيدوا المزايده الفارغه ما عندهاش اسيدي، ربما نقولوا ام حياه ما عندهاش الصفه، لكن نحن كمجتمع لدينا الصفه، ما يكونوش كيعيشوا بيناتنا قتله كيقتلوا بطريقه غدره. ولكن استاذ حياه دارت الاجراءات القانونيه هي فيما يخص هذه الصفه باش يكون عندها الحق الحق المدني في الطبيعه في الدعوه، دارت الاجراءات. حنا قبل الصفه ديال الاستاذ حياه قنج صفتها ثابته، غير هي ربما مازال ما فهمتش مجريات المحاكمات فتم استفزازها وتستفزات. اما غير فاهمه صفتها راه عندها في الحاله المدنيه ديالها، عندها الصفه ديال الولده راه في الحاله المدنيه ديالها ولا هي اللي ولدت تامي بناني. ولكن راه ما ينساوش دابا حيت كنوروا الراي العام، ما ينساش الراي العام بان هاد الناس هادو راه متابعين من طرف قاضي التحقيق من طرف النيابه العامه التي تنوب عنا تنوب عن العموم عن المغاربه كلهم بالقتل العمد. قاضي التحقيق كيخربق، النيابه العامه التي تنوب علينا كتخربق، راه متابعينهم بالقتل العمد وغادي يرافعوا باش ان هاد الناس هادو اللي قاموا بهاد الجريمه ديال القتل العمد يتحكم عليهم باقصى العقوبات. وتبتوا لنا براعتهم، الا تبتوا براعتهم الله يسهل عليهم. ولكن الا كانوا مذنبين نحن كصوت المجتمع نطالب بانزال اقصى العقوبات على المتهمين وعلى الناس اللي ساعدوهم في ارتكاب هاد الجريمه. هنا بقى عندي سؤال اخير، انه استاذه ملي تقدم امس السيد الرئيس تطالب واحد الصوره فيها الراس، تقدر تشرح لي السيد الرئيس بحال شيئا ما انظهر على هذا الكلام، واش هاد الصور كاينين في الملف ولا ما كاينينش؟ تكلم لي على هذا التدخل اللي دخلت عن السيد الرئيس امام العلن بطبيعه الحال. فيما يتعلق بالصوره اللي مطلوب نعرفه بان السيد الرئيس راه كيقولها وكيلوح واحد الرساله للعموم، لان راه الشفافيه، انا هيئه الحكم تشتغل في هذا الملف بكل شفافيه ووضوح. قال بالحرف السيد الرئيس، قال انا اشتغل بناء على هذا الملف الذي بين يدي، حتى هو راه كيلوح اشارات. راه تبارك الله راه رئيس له تجربه وباع طويل في المحاكمات، وكانت عنده الجرأه في بعض الاحيان انه دار اصدر احكام على المقعد في المناقشه، اصدر حكم على المقعد وفي الملف الشهير ديال الجماهير ديال الرجاء ديال الرجاء ديال الرجاء البيضاوي. فاللي ممكن نقول بان هذه المساله هذه كانت واحد الصوره شافت في الملف وتحيدت من الملف ديال ان تامي بناني مضروب في راسه، وكان وربما هذا الشيء سجل في محضر من المحاضر الجلسات السابقه في الهيئه الاولى او الثانيه. فاللي مهم ان احنا غير نوصلوا لهذ التفاصيل، اساسي اننا نحصلوا على النسخه او النظير ديال الملف كامل ممسحوبه منه حتى شي وثيقه. الصوره كاينه ولا ما كايناش؟ تنشوفوا النظير حاليا ما كاين حتى شي حاجه، حاليا ما كاين حتى شي صوره في الملف. عبد الصمد شكرا لك استاذ، يمكن هي بغات لينا تقدمت قدام السيد الرئيس بغات تجاوبني على الصوره، الصوره اللي تقدمت طلبتيها قدام الرئيس. غنجاوب اولا على الصفه، لان من في الناحيه القانونيه اي واحد عنده مضره او مصلحه في شي حاجه هو راه عنده الصفه، ماشي بالضروره نجيب واحد الموت والوراثه، لان عنده الصفه ما دام ولدها هو المعني بالامر، هذه راه قانونيا حتى واحد ما غيناقش فيها. الا ان بالنسبه للصوره اللي سارت استاذ الحياه، هذيك الصوره ماشي غير بوحدها اللي مشات دابا، دابا راه مشى كلشي، عندنا صورنا الصور ديال القتل وداك الشيء، ولكن راه حيدوا حتى هذوك الصور اللي كنا صورنا، حيدوا البوكس كله، راه ماشي هذيك الصوره. دابا هاد لي بوكس كاينين، هاد الشيء بشهاده، راه طلعنا عند السيد الرئيس اول محكمه الاستئناف مشكورا، وهو شاف لي فيديو وعرف بان ما كاينينش هذوك، ما كاينش ذاك البوكس، وعهدنا بانه ان شاء الله راه يكون، لانه عنده مصداقيه. الرئيس اول كان عارفه منذ زمان منذ بدايه حياته المهنيه بانه نزيه وسليم لهذه الاسباب، عطانا واحد وقتنا قال ما تخرجوش من الكتابه الخاصه تجبدوا هذا الليل، وفعلا دار ذاك الشيء وكلف النائب الاول ديالو مشكورا حتى هو كذلك، باش ضروري غيحضر جميع الملف، ما كاين حتى حاجه غتخبى، وحنا كنا فرحانين بهذا الشيء، الا انني وقع لي شيء، لان اولا عندي داء السكر، ثانيا باني ما نعساش الليل كله، ثالثا بانها كيوقع لي الضغط داخل القاعه، ما يمكنش انا يوقع لي الضغط داخل القاعه، شكون غادي يعرفني بانني كنت تتعداو عليا داخل القاعه؟ كيجيبوا الناس يتعداو عليا داخل القاعه، كيفاش كنستفز داخل القاعه؟ شكون غادي يعرف بانني استفزيت وتظلمت في القاعه؟ ما يمكنش يتحمل هذا الشيء، بارك الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامه.
أستاذة الله يعطيك صحتك. أستاذ عبد الصمد شكرا لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا حصري ولأول مرة أستاذة زين خيار عطتنا مجموعة من النقط في الموضوع. الحجر العطر الآن في الملف هي الوثائق اللي كتكلم عليهم الأستاذة خصهم يكونوا في الملف، لأنه الأستاذة كما كتشوفوا هي ملمة بالقانون طبيعة الحال، لها مسار طويل كمحامية في القانون طبيعة الحال أكثر من 40 سنة. مشاهدينا الكرام أستاذة زينب لها منهجية محكمة كتقول إذا لم تتوفر مجموعة من الوثائق الملف ما غيكونش غادي في المسار السليم ديالو. وهنا فاش تقدمت أمام السيد الرئيس وكان هاد الشنآن بينه وبين الدفاع ديال الطرف الثاني اللي فقدات الصواب مسكينة وغيبات نظرا للسكوار نظرا لبزاف الأمور اللي كتعاني منهم والضغط كذلك. مشاهدينا الكرام مجموعة من نقاط أخرى شفناها مع أستاذ عبد الصمد اللي ملم بالملف وهو فريق مع الأستاذة حياة ومع أستاذة زينب ومتبعين الملف دقة. ما يهمنا أكثر هو تنوير الرأي العام فيما يخص ملف التهامي بناني، وكذلك مرة أخرى وبكل صراحة والكل يؤيد هذا الكلام سواء الأستاذ عبد الصمد أم حياة أستاذ زين خيار، مجهود السيد الرئيس اللي الملف أكثر من 65 جلسة تقريبا والرئيس الوحيد له من الحنكة والتجربة والمسار المهني ديالو أنه كيعطي قيمة لجميع النقط في الملف وسوف يحاول بشتى الطرق أنه لا تفرض الوثائق، غادي يعطيهم لهم طبيعة الحال وغادي يناقشوهم معاهم. في خضم الموضوع السيد الرئيس كيعطي قيمة للشك الإنساني بشكل كبير، يتكلم عن الأم حياة تعيط لها كتجي قدامه لما يريد أن يحاور في بعض النقط كتعلق بملف يواجه الكلام الأم حياة بشكل مباشر، وهذا يشكل طمأنينة بشكل كبير للأم حياة. مشاهدينا الكرام تبعتوا معنا هذا الحوار، غادي تشوفوا معي الآن الموضوع مع الأم حياة، تبعوا معايا.